يا أخي في القرآن في مجاز وفي السنة النبوية في مجاز، في العقيدة في مجاز، في شنو كان؟ ما في حاجة. المجاز لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة وعلى الصحيح ولا في لغة العرب ذاته. وأي زول يقول لك في مجاز ما بيقدر يقدم دليل على أنه القرآن فيه مجاز ولا في السنة، كويس؟ والمجاز يستند إليه المبتدعة الضلال عشان يروجوا به الباطل بتاعهم. طبعا مفهوم المجاز إنه الكلام عنده حقيقة دي براه ومجاز براه، يعني المجاز ده كويس زي ما تقول الأسد ده حيوان مفترس معروف، والإنسان الشجاع برضه بيقول لك ده أسد، لكن بيقول لك مجازا كده إنه ده فلان، ده يقول لك محمد ده أسد مجازا، وحقيقة هو رجل شجاع. والأسد الحيوان المفترس المعروف يقول لك حقيقة ده أسد، وهكذا. شوف أول حاجة، القرآن ما فيه مجاز، كله من الأول للآخر ما في آية واحدة مجاز. ليه؟ العلماء قالوا لأن المجاز حتى عند الناس اللي أثبتوه في اللغة العربية قالوا المجاز يجوز نفيه، يعني لو جاء واحد داخل عليك، جاء داخل بالباب قلت لقد جاء أسد، جاء أسد، ممكن أقرب واحد قاعد جنبك يقول لك هذا ما أسد، ده رجل شجاع. عشان كده قالوا المجاز يجوز نفيه. قلت جاء سيف، انت قصد بزول زول سيف، واحد ممكن يقول لك ده ما سيف. ايوه، المجاز بيجوز تنفيه. هل القرآن بيجوز ننفيه؟ بيجوز ننفي القرآن؟ ربنا يقول واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل بقول ما تسأل القرية بجوز؟ لو قلت بجوز إذا لعبت بالقرآن، ولو قلت ما بجوز إذا ما في مجاز في القرآن. ده الموضوع كله. عشان كده المجاز بجوز تنفيه، والشريعة الإسلامية ما بجوز تنفيها. طيب عشان كده المجاز بيفتح يا اخواننا باب للتلاعب، يعني ممكن واحد يديك الآية يقول لك قال تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ممكن تقول له يا أخي مجازا صحيح، مجازا، مجاز معناه ما في صلاة، يعني واقيموا الصلاة دي أقول لك لا ما مقصود بها كده، مجازا أقيموا الصلاة، أما في الحقيقة معناها نوموا نوموا ما تقيموا الصلاة. فأنت فتحت باب كده للتلاعب بالدين، فهمت كلامي؟ لذلك ابن تيمية قال لا وجود للمجاز في القرآن، كويس؟ ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة قال عقد فصل كامل سماه كسر طاغوت القول بالمجاز في القرآن. بل ابن تيمية قال خد بالك مشى أكثر من كده، قال اللغة العربية ذاتها، اللغة العربية في كتاب الإيمان لابن تيمية، اللغة العربية ذاتها ما فيها مجاز، ما في المجاز ده جاء عند المتأخرين، أما علماء اللغة الأوائل في القرون المفضلة الأولى علماء اللغة ما في حاجة اسمها مجاز، ده حقيقة وده مجاز، حقيقة ومجاز، ما في كلام زي ده. قال لأن الكلمات في اللغة العربية ما في حاجة اسمها الكلمة عندها معنى أساسي ومعنى فرعي، ويعني الأسد المعنى الأساسي لها هو الحيوان المفترس، والمعنى الفرعي لها هو الرجل الشجاع، ما في كلام زي ده في اللغة العربية. الأسد تستخدم الكلمة دي حسب سياق الكلام، إذا كان سياق الكلام يدل على أنه الحيوان المفترس اللي بياكل الحيوانات وبيقتل وكده، حسب سياق الكلام إذا ده الأسد. حسب سياق الكلام ممكن يكون الأسد هنا المقصود الرجل الشجاع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد بن الوليد قال هو سيف من سيوف الله، س
سله الله على المشركين. سيف، هل معناه السيف العديل ده كده؟ لا، ما سيف كده. سيف معناها هو رجل شجاع ربنا سلطه على المشركين، وهكذا عشان ما يجي افصل على البجاي ده شافه قبل شويه بكورك والمجاز، وهذا مجازا، مجاز بتاع شنو؟ ما في مجاز، ولا بتفسر القرآن بانه دي حقيقة وده مجاز، ما بتفسره كده. القرآن كله حقائق، كله حقيقة من عند الله تبارك وتعالى، عشان ما يجي صوف يتفلها بس. قال معايا ربنا قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. ده قال من في السماء دين الملائكة، قال من في السماء. أنت ما أنت تتابع الآية كلها، ربنا قال أأمنتم من في السماء بيسوي شنو؟ أن يخسف بكم الأرض. هل بيخسف الأرض منو؟ منو اللي بيخسف الأرض؟ قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يسيروا إلى أن قال، لاحظ الآيات ماشية كلها سياق أسئلة، كلها في سياق أسئلة سورة الملك، إلى أن قال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن. الأسئلة دي كلها تلقى الإجابة قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الرحمن هو الرحمن. عشان كده أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يخسف اللي بيخسف ده الله. راجع هناك في سورة القصص ربنا اتكلم عن قارون، ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لشنو؟ لخسف بنا. إذن اللي بيخسف منه؟ لولا أمن الله علينا لخسف، لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اللي بيخسف منه بصلاة. انت اللي عرفك، انت تعرف سورة القصص؟ لقيتك قبل كده؟ قريتها؟ يا اخي ده ما عبد حجبات سايدة، شوف حجباتك على وين الله يهديك يا اخي، شوف حجباتك على وين، شوف نوبتك على وين، ايه اللي عرفك انت بالعلم؟ ان يخسف، اللي بيخسف ده الله سبحانه وتعالى بيخسف الارض، الله عز وجل، عشان كده قال امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والآية على ظاهرة وعلى حقيقتها، فهمت كلامي؟ بعدين لو قلت أن يخسف بكم الأرض دين الملائكة، هل بيخسف من في السماء؟ هل بيخسف؟ قلت دين الملائكة. طيب بنسألك سؤال، وده أنا سألته للدجال الكبير بتاعه منتصر ذاك، ده في تسجيل كده كان طلعناه في الرد عليه كويس، مش ليه منتصر، ليه ذاك واحد بتاع الكريعات ذاك بتاع الجزيره، قال ما امنتم من في السماء ده جبريل ده الملائكه. قلت له طيب الله فوق جبريل ولا تحت منه؟ مش سؤال منطقي؟ انت قلت جبريل في السماء، اها الله فوق جبريل ولا لا تحت منه؟ وانت تقرا الايه في سوره النحل ربنا قال ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب إذا كان الملائكة في السماء الله فوق منا ولا تحت؟ تقدر تقول تحت؟ ما بتقدر تقول تحت، لا تقول فوق منا. طيب ربنا قال وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، اها فهمت كلامي ده؟ عشان كده انت يا درويش بتلف وتدور
وفي النهاية ما عندك دليل على انه زي ما بتقول انت الله في كل مكان والله لا يسأل عنه بأين كذاب ما يسأل عنه بأين ليه؟ النبي مش سأل بأين انت أعلم منه؟ أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم حديث الجارية جاب 8 طرق صحيحة صحيح مسلم. سأل قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لي صاحبة أعتقها فإنها مؤمنة. تقول لما تسأل بأين؟ يا صوف يا مستهبل انت اللي عرفك. فهمت كلامي؟ عشان كده الصوفية ده ذاتهم أسأل واحد منهم لو جيت بعد الحلقة بتاعته دي أبصلعة ده لو قلت له يا أبصلعة نحن دارينك تدينا الفاتحة طالع ارفع لك يديك رافع يديك ل طب قلت الله في كل مكان كده يوم اعمل كده وقول له كده ما قلت في كل مكان يا اخي ما بيفهموا ديل واحد زي ديل جاء زمان للامام احمد بن حنبل من النوعيات اللي ما عنده معرفه فهمت فقال وهو معكم اينما كنتم معكم طبعا هم بيفهموا منها شنو انه معاكم في اي محل يعني طوالي معاكم لا 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 ما معناه كده وهو معكم اينما كنتم الامام احمد قال له اقرا اول الايه واخر الايه اول الايه الم ترى ان الله يعلم خد بالك الايه تتكلم عن شنو عن العلم علم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألا بدت بشنو بالعلم واختتمت بشنو بالعلم وذكر جوا الآية المعية فدل علينا المعية هنا معية علم يعني وهو معكم بعلمه عشان كده ابن كثير قال وبإجماع العلماء المعية معية العلم ما معكم معناه بذاته زي ما فسر هذا الصوفي الدجال فما في حاجة اسمها مجاز في القرآن عليك عشان ما أي واحد يعمل لك جوة تصاي من الصوفية وعندنا طبعا نحن مجاز وحقيقة وعندنا شريعة وحقيقة وعندنا ظاهر وباطن لا في ظاهر وباطن فهمت كلامي ولا في سر وما سر زي ما عندهم دين سر يا ناس في دين سر يعني ادوا لهم كده بالراحه كده بالدين بالراحه كده ادوا لهم من غير ما يزيدوا يعرف هاي يقول له دي حقتك براك وما تكلم زول منو يقول لك بيقول لك كده منو انا داري اعرف ذاته السر ده اداك له منو ادوك له بالراحه كده ده شنو منو هل ربنا عز وجل كلمك انت كلمك الله قال وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم منو كلمك سرا ده منو أعوذ بالله ممكن تقول إذا الله كلمني سرا طيب فعشان كده يا صوفي ما في حاجة اسمها سر في الدين وما في حاجة اسمها ظاهر وباطن وطبعا الصوفي في النهاية دارك دار يصل لك النتيجة عشان ما تقول دي بدليلك تقول له حاجة دي الدليل على شنو؟ يقول لك لا لا ولا دي أسرار يا أخي. أسرار دي طبعا أبويا الشيخ طلع براه أوووب طلع كده فوق السماء سأل منا الله وجا. كذاب كذاب يا صوفي ما في حاجة اسمها دين بهزول بيجيبوا براه. الدين ده ربنا رسل له رسل. رسل عديل ربنا برسلهم عشان يبلغوا للناس الدين. انت تقول لي يا اخي ده سر بتاع شنو يا اخي وصية القحطاني بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني